السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المجلة الثقافية. في هذا الفيديو سنتحدث حول 3 مشاكل تواجهك عند التعامل مع برنامج الوورد. المشكلة الأولى وهي الكتابة باللغة العربية والإنجليزية في نفس السطر. في بعض المرات عند قيامك بالكتابة باللغة العربية ثم في نفس السطر تكتب كلمة إنجليزية تحدث مشكلة في الكتابة كما يلي: قانون الهوية. ثم نكتب اللغة الإنجليزية مثلا لو نلاحظ أن الكتابة أصبحت بهذا الشكل. الحل لهذه المشكلة أن تذهب في الصفحة الرئيسية، في علامة التبويب الصفحة الرئيسية، إلى هذا الرمز لجعل الاتجاه من اليمين إلى اليسار، ثم نذهب إلى هذا الرمز. يتم حل المشكلة. المشكلة الثانية وهي أنك في حال إدراجك لجدول ولا توجد مسافة سابقة لهذا الجدول، فإذا أردت أن تكتب كلام قبل هذا الجدول لا تستطيع. حل هذه المشكلة إما أن تقوم بتضليل الجدول من هذا المكان ثم قصه ثم كتابة مثلا العنوان ثم تقوم بلصق الجدول، أو أن تقوم بوضع المؤشر في بداية أول الخلية ثم تضغط على إنتر، يتم إنزال الجدول إلى أسفل. المشكلة الثالثة في حال نسخت ملف من برنامج إكسل إلى برنامج الوورد، تلاحظ أن الجدول يكون أكبر من عرض الصفحة، من الصعب أن تقوم بتصغير الجدول ليناسب الصفحة، وفي حال قمت بالتعديل بشكل يدوي لن تكون النتائج مضمونة. الحل الأمثل لهذه المشكلة أن تقوم بتضليل الجدول ثم تذهب إلى علامة التبويب تخطيط أو layout، ومن احتواء تلقائي في AutoFit تختار AutoFit for Content ثم اضغط عليه. لاحظ أن الجدول قد أصبح مناسب لعرض الورق. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.